لا تقتصر ممارسة كرة القدم في تعز على فئة دون الأخرى، نجوم الزمن الجميل لهم نصيب أيضا من البطولات الشعبية المقامة في المدينة، آخرها هذه البطولة المقامة على ملعب النادي الأهلي بدعم خاص وبمشاركة عدد من لاعبي الزمن الجميل في أندية المحافظة. هذه البطولة طبعا لفئتين، فئة البراعم وفئة القدامى، قدامى الرياضيين. طبعا قدامى الرياضيين موجودين من كل الأندية، يلعبوا من نادي الصقر ونادي الطليعة ونادي الصحة وكذلك نادي أهلي تعز. يا سلام التيكتا، شوف. العودة لكرة القدم والاحتفاظ بمهاراتها أمر بدا لنجوم تعز الكبار فرصة مناسبة لتجاوز بعض العراقيل الرياضية الحاضرة أمامهم من خلال مجريات هذه البطولة التي ضمت 6 فرق من اللاعبين القدامى وأقيمت على مدار الأسبوعين الماضيين. والله شوف، هذه البطولة هي عبارة عن استمرارية لبطولات سابقة تمت برعاية أكثر من داعم. طبعا البطولة هذه طبعا تحيي النشاط الرياضي داخل محافظة تعز، لأنه سابقا ما كانش في أندية ولا في بطولات. اتحاد الرياضة الجميع هو كان المعني الأساسي بإقامة البطولات الرياضية لجميع الفئات سواء قدامى أو براعم. وفي المباراة الختامية للبطولة تمكن فريق أصدقاء الكابتن نجاد من التتويج بلقب البطولة بعدما تغلبوا بهدفين نظيفين على منافسه فريق أصدقاء الكابتن محمد الأصبحي. مباراة حبية بين الأندية ولاعبنا الزمن الجميل. أهم حاجة مش أهم الجوطة أو أخذنا الكأس ولا أخذنا المبالغ المالية وما إلى ذلك، أهم حاجة التجمع. الحمد لله، يعني أقول لك الدورة بقية تمام، ومن ناحية أصحابنا معنا زملاء كان ما نشوفهم، شفناهم المباراة هذه الأيام والحمد لله على كل حال، والدورة مكانها تمام. بطولة حملت في طياتها الكثير من ذكريات الماضي لنجوم يعيشون كغيرهم من لاعبي الجيل الحالي واقعا رياضيا متدهورا بفعل الحرب، لكنه لم يمنعهم من المحافظة على مسارهم وتجديد تاريخهم الكروي. علي نجيب، يمن شباب، تعز.